السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم معاكم في أكبر مشكلة بتقابل ملاك العربية اللي هي الأوبل فيكترا سي ال 1600 اللي هي الموتور اللي هو الزد 16 اكس اي بي. العربية دي دايما ساعات بتحس إن العربية مخنوقة في السحب، الموتور دوران الموتور مش منتظم، بتبقى دايما المشكلة موجودة في البوابات بتاعت المانيفولد، او دايما ممكن بتنور معاك لمبة التشيك انجن او لمبة الصيانة اللي هي العربية وعليها علامة مفتاح، وبتسجل معانا عطل اللي هو البورتد اكتيفيشن بوزيشن سنسور. تمام، القصه بتاعت الموضوع ده ايه؟ بص حضراتكم، هنا احنا عندنا دوت داخل المنفو، تمام، عندنا غرفه 1 2 3 4، عندنا الاربع غرف بتاعتنا. تمام، في كل غرفه لو هنلاحظ في كل غرفه مقسومه جزئين، كل غرفه مقسومه جزئين. تمام، طيب انا عندي الفتحه بتاعت الاي جي ار اللي موجوده في الجنب دي، تمام، واحنا اتفقنا ان الاي جي ار دوت هو جزء من العادم او اللي بنسميه هو الاختصار بتاعه اي جي ار، بس طبعا الاسم العلمي بتاعه اللي هو اكزوست جاز ريسايكليشن. تمام، دوت احنا بناخد جزء من العادم بنبتدي ندخله للموتور جوه تاني، بيعمل له اعاده تدوير عشان منها يحافظ على البيئه، وفي نفس الوقت ليه مميزات كتيره كتوفير وقود والحاجات دي كلها. طيب انا المشكله اللي بتقابلني ايه؟ دوت جوان مثلا، تمام، ده الجوان اللي موجود بيبقى تحت المنفو دوت. انا لو شلنا الجوان دوت دلوقتي، بصوا حضراتكم، انا حبيت ان انا كان نفسي اصور لكم الموضوع ده من زمان، بس استغليت العربيه دي انا بغير لها موتور، فالموضوع هيبقى واضح قوي قدامنا. بصوا حضراتكم، الكربون بتاع الاي جي ار موجود ومترسب على الوش هنا. تمام، بصوا حضراتكم، لو جبت حته كتر كده، بصوا حضراتكم، كتير قوي طبعا، سدد المسار بتاع اللي موجود في الجوان وسدد التقسيمه بتاعت البوابات بتاعت المنفذ. تمام، طيب دوت اول جزء معانا، هو لازم النظافه من هنا ونظافه والجوان بتاعي يكون سليم. تمام، نخش للجزء الثاني بقى. الجزء الثاني بتاعنا اللي هو القاعده بتاعت المنفذ، طبعا دوت في قاعده صغيره كده اهوت اللي بقى بتبقى محكم عليها البوابات. تمام، دي بتبقى حضراتكم راكبه كده اهوت، ادي الماسوره بتاعت الاي جي ار اللي هي بتاخد جزء من العادم وتبتدي تدخله او تعمل له اعاده تدوير تاني زي ما اتفقنا، والمنفو الالومنيا بيركب بقى على الوش اللي هنا العمومي اللي فوق. تمام، طيب المشكله كلها بتتلخص دايما في المجموعه الصغيره دي. المجموعه الصغيره دي لو هنبص عليها من ورا كده، هنقلبها على الارض، هنلاقي راكب عليها اربع بوابات، 1 2 3 وادي البوابه الرابعه. تمام، الاربع بوابات دول، بص حضراتكم، الاربع بوابات دول اللي بيحكمها في حته تيله صغيره كده. تمام، حته التيله دي لو انا اما اجي احرك الرداخ اللي هنا ده، دوت الرداخ اللي هو بيشتغل عن طريق الفاكيوم، ده بيبقى راكب عليه فيشه بتاخد اوامر من الموتور، وعن طريق الفاكيوم يبتدي الرداخ دوت يفتح البوابات اللي موجوده هنا هوريها لكم وتقفل تاني. تمام، طيب انا عندي البوابه دي الوحيده اللي سليمه، تمام، وسليمه جزئيا برده مش سليمه كليا. بص حضراتكم، البوابه دي المفروض يبقى راكب عليها تيله، التيله دي اللي بتحكم معايا البوابه ما تهربش مني. تمام، لو هنيجي نبص مثلا للبوابه دي، التيله بتاعتها هربانه مش موجوده ضايعه، لما تيجي تحرك البوابه، بص حضراتكم، الدراع ده بيتحرك لوحده والبوابه اللي تحت ما بتتحركش. يبقى انا اول مشكله معايا ان انا لازم اركب طقم تيل، تيل اللي هي الحديد دي، على البوابات عشان تحكمها. تمام، نبص عليها من ورا من هنا، ادي البوابات اهي، بص حضراتكم، شايف الجزء، ادي البوابات اهي، في كل غرفه فيه بوابه واحده بس، ادي بوابه هنا والجنب التاني مفهوش، الغرفه التانيه بوابه، الغرفه التانيه مفيش بوابه. تمام كده، الاربع غرف كلهم بنفس الوضع ده. تمام، المفروض ان البوابات دي بتتحرك معايا على اوامر. تمام، طيب انا دلوقتي لو البوابات دي سايبه من بره والبوابات دي قفلت، تمام، طبعا زي ما احنا اتفقنا دي ما تبقى هربانه من هنا، ايه اللي هيحصل ورا؟ تيجي تلف البوابه دي مع ضغط الهواء او مع سحب الموتور، تلاقي البوابه دي قفلت. بص حضراتكم، البوابه ديت قفله يدوي بايديا، ليه؟ لان انا قدرت اقفلها لان مفيش تيله مثبتها من ورا. بص البوابه الثانيه فاتحه، فهتلاقي دخول الهواء للعربيه دي مش منتظم. تمام، فطبعا لازم البوابات دي بتتصلح. تمام، عندي الجزء الثاني برضو اللي هو الاي جي ار اللي احنا اتفقنا عليه، بيخش من الماسوره ديت ويبتدي يترسب معايا في المسار اللي هنا ده. المسار ده ساعات بنحل عربيات بلاقي المسار ده مسدود كليا اصلا. تمام، بس دوت هنا ما بيعملش معايا موضوع البرجله، بيسجل معايا عطل تاني اللي هو بيسجل معايا عطل بتاع اللي هو الاي جي ار، بيقول لي الاي جي ار في مشكله معاه في الفلو بتاعه، بين الفلو بيرفورمانس. تمام، طيب هاجي بقى للمشكله دي، البوابات دي اصلا ما ينفع تتصلح في العربيه اللي معايا دي. لو هنبص للتيله اللي هنا دي، احنا اتفقنا دي ساعات بنصلحها وبنركب لها تيله،
بس لو هنبص للزغاد اللي فوق اللي هو موجود هنا ده، هتلاقيه اصلا واكل في المجرى بتاعه. بصوا حضراتكم كده، تيجي تحرك البوابه من بره، شايف حضرتك الزغاد بيلف اصلا. يعني انا عندي مشكله في البوابه من تحت ومن فوق، لو على قد التيله سهله ان هي تتصلح، وبنعمل بنوفق لها تيله وبتركب، بس الدليل من فوق اصلا. بصوا حضراتكم الدليل اصلا متاكل، فكده المجموعه دي كلها، مجموعه المانوف دي كلها لازم تتغير. هنجيب لكم واحده تانية استعمال وهنجربها وهنوريكم شكلها بقى، الفرق ما بين القديم والجديد. جبنا لحضراتكم دلوقتي واحده استيراد، تمام، الحاله بتاعتها ما شاء الله، زي شايفين كل بوابه عليها الكليبس بتاعها موجود، تمام. جرب كده الرداخ، بوابات كلها بتتحرك مش مشكله خالص، وبرده من جوه نفس الكلام، البوابات كلها كويس، تمام. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلمكم فيها برده اللي هي الكربون، اللي بيبقى موجود دوت، اللي هو موجود جوه ده جنب البوابه، هو ده اللي بيبوظ البوابات. فلازم طبعا الكربون ده اللي احنا هيتنضف دلوقتي عشان البوابه دي تتحرك وتقفل كويس. ودوت لو العربيه دي بيبقى فيها مشكله طبعا في البوابات، اللي بيسجل معانا الحساس دوت احنا بنسميه في العربيه دي اللي هو TPS، تمام. شكرا.